مسألة التسوق والاستهلاك في شهر رمضان، لاحظنا يعني في كل سنة قبل بداية شهر رمضان كيو على الأسواق وعلى السوبر ماركات، كأن احنا في مجاعة وكأن خلاص احنا اليوم لازم ناكل، لأن إذا ما كلنا اليوم بنموت بوجر. فوايد الناس يستهلكون أكثر من اللازم وما يختارون ولا يقننون حتى في الأكل، لأن أصلا المفروض صوموا تصحوا، يعني المفروض الأكل يكون جدا صحي، ولازم نعرف نقتني الأشياء الصحية اللي تساعدنا إن شاء الله حتى بعد شهر رمضان تساعدنا على مزاولة البرنامج الصحي الغذائي. الحين بسألكم، هل يفضل إن احنا نتسوق في النهار وقت الصيام، والله عقب الفطور اللي هو بالليل؟